والقلم سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى، كهف الورى مصباح الظلم جميل الشجم، شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه، قاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود، سيد المرسلين إمام المتقين قائد الغر المحجلين شفيع المذنبين سراج السالكين مصباح المقربين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين والسيدة كوكب بين الكوكبين.